تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قائس في عملية نوعية لها من الإطاحة بمجرم خطير مسبوق قضائي يقوم بتخزين كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي على مستوى مسكنه العائلي الكائن بمدينة قائس، ليتم ضبط 3164 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميليغرام ذات منشأ أجنبي، وكذا 670 قرص من نوع ريفوتريل 2 ميليغرام ذو منشأ أجنبي، كما تم العثور على مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 144 ألف دينار جزائري.